هذه راها في خاطر ولاد سيد الشيخ كبير ولاد سيد الشيخ من الدين كبير وصغير كاين بها الشيخ هلال الى الرحمن رشيد وغادي ندخلوا لها القناه ان شاء الله عند الرحمن رشيد الله يخلفها سيدي وغادي تصيبوها وندخلوا القناه اللي بغا يكلم المعقول واه الرحمن رشيد التراث نتاع البلاد هذه على القرمامي الله يرحمه برحمه الله جمره ريا يا ضيا بغيت نصيح يا زرق الريش لا يا كنت خطير يا ذا المره يا بغي مهول عليك واه من عند الجايب يجيب لي مهير يا ذا المره يا بغي مهول عليك من عند الجايب يجيب لي مهير يا سيد الشيخ وما طيت الفات يا ابو عمام والشوارب ضيه اني ومحايا سيد ما تلقيت يا ابو عمام احنا البيضا والشوارب ضيه اني ومحايا سيد ما تلقيت مش على ذايق والشوارب ضيه يا ياك احنا خدام للسماحات يا اللي جانا في الويل راهي يديه يا ولاد سياد سير جمال عودات وين مكان البيت نزلوا فيه يا ولاد سياد سير جمال عودات لما كان البعد ينزلوا الفيه شحال يجيبوا سيادي من السعايات يساوي المال ويسر ريحهم ماليه كابو سينا يا قمر فرحي صويت يبي وعبدك ناوي سيدهم زعيف لي مازال جابو سيدي من السعايات يصاوي المال ويسرحهم اماليه كابو سنين ويغليات عبدك ناوي سيدهم زعيف عليه يقول لسيدي الله يهديك يا ابي وشي مرغوب العاشقين يغدير يا الأبخاب يا الفلات عطوش الزايا ويا تركيب فيه يا سيد الشيخ وما طيت البيت يا بانقا رحل البيضة وشاير الضيق راني نهدي لك اخويا رشيد هذا الفيديو الله يخليك يا سيدي ولاد سيد الشيخ ونهدي للمغاربة والجزائريين وهذا التراث هي التراث وندخلوا دخلوا لهذه القناة وتسمعوا الكلام ماشي كاين غير قصيدة تاع الشيخ هلال راه كاين كلام اللي يفرح توازن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بك الشيخ هلال ومرحبا بالشيخ الميلود بك وأهلا ومرحبا بالشيخ برزوق برزوق تحياتي ليك الله يعطيكم الصحة بارك الله فيك